ينضم إلينا الآن من مرجعيون جنوبي لبنان وفد ناعم عماد الأطرش. عماد أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات سواء كان على صعيد إعلان الجانب الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصر حزب الله على ما يبدو بأنه قائد ميداني من جهة، وزيارة المرتقبة لهوكشتاين يوم غد إلى بيروت. نعم داليا، كما ذكرت تماما قبل بعض الوقت أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة على طريق عام بلدة سلعة في قضاء صور، مما أدى إلى مقتل عنصر من حزب الله هو محمد مصطفى محمود أيوب. قبل ذلك ببعض الوقت وأيضا دائما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدد من البلدات اللبنانية المحاذية في عمل أصبح شبه روتيني في هذه الأيام منذ 8 من أكتوبر الماضي. بالنسبة لموضوع التفاوض وما قد يحمله الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستن إلى لبنان غدا، من المتوقع أن يزور بيروت غدا بعد أن يكون قد تم مقابلاته ومناقشاته مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب اليوم. موقف حزب الله موقف ثابت، يقول حزب الله لا وقف لإطلاق النار في غزة، وهذا يعني لا وقف للمواجهات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هوكستن سيحمل بعض المقترحات، بعض الأفكار الجديدة، خاصة تفاديا تعلمين بأن الإدارة الأمريكية تمارس منذ بعض الوقت ضغطا كبيرا على السياسيين في إسرائيل من أجل عدم تصعيد الأمور إلى حرب شاملة واسعة في لبنان تطال لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، علما أنه بالأمس رئيس الأركان الإسرائيلي كان واضحا عندما ذكر عشية زيارة هوكستن، بالمناسبة وصل إلى تل أبيب البارحة مساء، قال في رئيس الأركان الإسرائيلي في كلامه بأن لدى على الجيش واجب أخلاقي وهو الدفاع عن الشعب الإسرائيلي، وهذا ما يسعى إلى القيام به، في إشارة واضحة إلى أن الموضوع المواطنين الإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الحدودية الشمالية نحو الداخل الإسرائيلي أصبح ضاغطا على الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى انتظار مآلات المفاوضات بالنسبة لغزة. هوكستن سيسعى إلى إقناع حزب الله، يعلم بأنه من غير الواقع طلب من حزب الله تنفيذ مندرجات القرار، قرار مجلس الأمن 1701 بالنسبة للانسحاب من جنوب الليطاني، يعلم أن هذا الأمر غير واقعي، على الأقل يسعى إلى عدم إلى القول بأنه من الممكن الاتفاق على عدم الظهور بمظاهر مسلحة، على تعزيز القوة قوة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ في جنوب لبنان من أجل إعادة الهدوء إلى هذه الجبهة، هذا الهدوء الذي استمر منذ عام 2006 حتى 8 من أكتوبر من العام الماضي. شكرا لك مفدنا عماد الأطرش، كنت معنا من مرجعيون جنوب لبنان.